مساء الخير مشاهدينا في كل مكان، برحب بحضراتكم ولقاء يتجدد مع الاقتصاد والناس. الحقيقة أن موجة الحر اللي بتشهدها البلاد في الفترة الحالية بتؤثر بشكل كبير جدا، بتؤثر علينا إحنا شخصيا وبتؤثر أيضا على العديد من القطاعات داخل الدولة ومن أهمها القطاع الزراعي. من أجل هذا التأثير وكيفية مواجهته كان لابد من وجود العديد من الخطوات اللي بتقوم بها الدولة، وده اللي تم بالفعل من قبل وزارة الزراعة. إزاي بيتم حماية المحاصيل الزراعية من مواجهة يعني اختلاف درجات الحرارة وموجة الحر الشديدة، وإزاي ده بيساهم في الحفاظ على الثروة الغذائية والثروة من المحاصيل الزراعية للدولة المصرية. الحقيقة هنتابع النهاردة أهم هذه الخطوات وتأثيرها وكيفية مواجهة تغيرات المناخية بشكل عام اللي بتؤثر على المحاصيل الزراعية. هيكون ضيفي وضيف حضراتكم في هذا اللقاء الأستاذ الدكتور مصطفى عمارة، رئيس قسم المعاملات الزراعية والمتحدث الإعلامي بمعهد بحوث القطن، للتعرف على كل ما تقوم به وزارة الزراعة من خطوات احترازية لمواجهة آثار ارتفاع درجة الحرارة على المحاصيل الزراعية ومن أهمها المحاصيل الاستراتيجية. لكن قبل أن نبدأ الحوار هتوقف مع حضراتكم مع هذا التقرير، نعود بعده مباشرة. إن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة التي تشهدها البلاد ودول أخرى هي امتداد للاحتباس الحراري العالمي، يمثل مشكلة خطيرة بشكل خاص بالنسبة لمصر، الدولة الصحراوية التي ترتفع حرارتها بوتيرة من أسرع المعدلات في العالم. ويخشى الخبراء في هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن يكون هذا الصيف أكثر حرارة من العام الماضي، ما سيزيد من أسعار السلع والخدمات والزراعة وفق ما أوردته وكالة بلومبرغ. كما ذكرت الوكالة أن الحكومة المصرية مضطرة بالفعل إلى استيراد أعلى كميات من الغاز الطبيعي المسال منذ عام 2018، وتتفاقم معاناة مصر بشكل خاص بسبب تركيبتها الجغرافية كدولة صحراوية ذات موارد مائية محدودة، ما يجعل ارتفاع درجة حرارة الطقس أعلى بمرتين من بقية أنحاء الكوكب، ما يوضح تأثير الحرارة الشديدة ويسلط الضوء على أهمية التنبؤ الدقيق بالأحداث المناخية السيئة لتجنب أي مشاكل قد تحدث للمحاصيل الزراعية في مصر. برجع لحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، وخلونا نشوف في ظل صيف ساخن جدا ودرجات الحرارة مرتفعة كيفية الحفاظ على يعني المحاصيل الزراعية والخطوات اللي بيتم اتخاذها من أجل تعظيم أيضا الحقيقة الفايدة من هذه الزراعات. ولكن في البداية خلوني أرحب بضيفي اللي مشرفني، برحب بالأستاذ الدكتور مصطفى عمارة، رئيس قسم المعاملات الزراعية متحدث الإعلامي بمعهد بحوث القطن. أهلا بحضرتك يا فندم. منورنا. الله يخليك. كل سنه وحضرتك طيب، يعني صيف ساخن جدا مش كده ولا ايه؟ هو صيف ساخن ولكن له فوائد كتير برضه. طيب كويس، الحمد لله ان هو ليه فوائد. وخلينا نشوف النهارده اختلاف درجات الحراره، والعالم كله بيترقب الى تاثير التغيرات المناخيه اللي احنا شفناها وبنعيشها في الفتره الحاليه. نعم. ازاي بيتم وضع خطوات احترازيه لمواجهه هذه الاثار؟ هو في بداية الحلقة يعني أحب نوضح للسادة المشاهدين في فرق كبير جدا ما بين التغيرات المناخية والتقلبات المناخية. احنا بنعيش في تقلبات احنا ولا بنعيش تغيرات في التقلبات وليس في التغيرات؟ ولا احنا بنعيش في الاثنين يا دكتور دلوقتي، ما بين التقلبات وما بين التغيرات. بالضبط كده، ولكن عندنا التغير المناخي بيبقى تغير في جميع مدخلات المناخ. نعم. من حرارة، رطوبة، ضغط، رياح، خلافه على مدى طويل جدا من الزمن، أقل فترة بتبقى 50 سنة. ودي بيبقى على مستوى القرن كله كان حوالي تغيرات في درجات الحرارة ارتفاع حوالي من درجة ونص لدرجتين.
التقلبات المناخيه بتبقى حاجه وقتيه، يعني ايه احنا بنقول اليومين دولت الجو حر، انما ما هوش تغير مناخي. طبعا ده نتيجه اسباب كتيره جدا، تغير في الممارسات الزراعيه والصناعيه وذوبان الجليد وخلافه. يعني نقدر نقول ان التقلبات المناخيه هي نتيجه للتغيرات المناخيه او للاثار اللي كانها بتبقى الوقت قصير جدا. نعم. طرق المجابهه بقى والطرق المكافحه والتكيف معاها هي ديت اللي احنا بنتكلم فيها. طبعا هي ليها تاثير كتير جدا على المحاصيل الزراعيه اللي هي بتزرع سواء الصيف او الشتاء. نعم. لو نلاحظ ان في تغير في مواعيد الزراعه نفسها واساليب اللي احنا بنتعامل بيها مع النبات مختلفه عن 20 30 سنه. على سبيل المثال احنا مثلا في محصول القطن، محصول القطن كنا زمان بنقول اقصى وقت للزراعه عندنا منتصف فبراير في الوجه الإبلي ومنتصف مارس في الوجه البحري، وما تأخرش عن كده لأنك أنت لو أخرت عن كده مش هتجيب محصول أو المحصول بتاعك هيبقى قليل. النهاردة احنا بنتكلم في الصعيد بنقول عندك لغاية منتصف أبريل زراعة، وفي البحري بيمتد معك حتى نهاية شهر 6 ومنتصف شهر 6. إذن هنا في تغيرات في المناخ و خلتنا نغير مواعيد الزراعة وأساليب اللي احنا بنتعامل بيها مع المحصول. يعني نقدر نقول زي ما حضرتك قلت كده في فوائد من ارتفاع درجة الحرارة دي لبعض المحاصيل. نعم. اللي ممكن أنا أستثمر يعني هذه الفوائد، وخلينا نقول إن بعض المحاصيل الأخرى لا العكس، يعني لابد إن أنا أخذ احتياطات كبيرة بالضبط. بالنسبة لها لأن بيبقى ليها تأثير مباشر عليها. فنشوف بقى كيفية وضع استراتيجية في ظل هذه التقلبات المناخية للحفاظ على الاحتياجات الخاصة بنا في المقام الأول، وأيضا الحفاظ على صادراتنا من هذه المحاصيل الزراعية. هي بلا شك المحاصيل لما بتيجي تتأثر بتتأثر نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، ومع ارتفاع درجات الحرارة بيكون في جفاف. نعم. في بعض المناطق، وفي الظرف الحالي اللي احنا فيه عندنا ارتفاع درجات الحرارة مع ارتفاع درجات الرطوبة، فدي بتأثر على المحاصيل بعدة أسباب. أول حاجة ارتفاع الحرارة بيزود العمليات الأيز بتاعت النباتات أو العمليات الحيوية اللي هي موجودة في النبات، وبالتالي بتسرع من عمليات النمو بتاعه على حساب النموات الثمرية أو المحصول الاقتصادي اللي احنا بنتكلم فيه، بيعمل حرق كتير بدون ما يخش له محصوله الاقتصادي عالي. فأنا لازم عشان أعوض الجزئية دي يبقى لازم في عندي مجموعة من محفزات النمو والمغذيات اللي أنا لازم أضيفها للنبات أو التربة عشان أحافظ على الحيوية بتاعت النبات وزود المناعة بتاعته. ليه بقى بنتكلم على زيادة المناعة؟ لأن مع ارتفاع درجات الرطوبة بيحصل زيادة في الأمراض اللي هي موجودة وتعداد الحشرات اللي هي بتصيب المحصول الأساسي اللي هو موجود عندي، سواء محاصيل فاكهة أو محاصيل خضر أو محاصيل حقلية. وبالتالي لما بتزيد هذه الإصابات وتزداد تعداد الحشرات بتعمل لي أكيد ضرر على المحصول. لا. لأن أنا لي حد اقتصادي حرج أنا بشتغل عليه. نعم. فلازم أتتدخل في هذه الحالة بعمليات المكافحة. عمليات المكافحة برضك عمليات مكلفة على المزارع، بالتالي بتزود مدخلات الإنتاج. فأنا لازم أعمل حاجة ما يسمى المكافحة الحيوية أو المكافحة المتكاملة من الأول خالص. إزاي بقى؟ أن أنا بختار الأصناف المناسبة التي تتكيف مع هذه التغيرات المناخية والتقلبات المناخية. على سبيل المثال احنا عندنا في محصول القطن كل الاصناف اللي موجوده عندنا بتتحمل هذه التغيرات، واحدث الاصناف اللي هي موجوده عندنا 95 و98 ودول بيزرعوا في اقصى الصعيد بدايه من الفيوم حتى الوادي الجديد. نعم. تمام. دول بيتحملوا درجات الحراره، احنا عندنا درجات الحراره في الصعيد بتتعدى ال 50% 50 درجه مئويه، وبالتالي في جفاف. الصنف جيزة 98 ده بيتحمل هذه التغيرات وبيجيب إنتاجية كويسة. إذن ده غير التراكيب الوراثية القديمة اللي هي كانت موجودة عندنا، وبالتالي أنا لازم أدفع بالأصناف اللي هي تتحمل هذه درجات الحرارة وكمان بتتحمل الإصابات الحشرية. إزاي بقى؟ التراكيب الوراثية كلها بيبقى فيها نوع من المواد المضادة الطبيعية اللي هي بتكافح الحشرات، فأنا كل ما اختار الصنف يكون فيه مضادات للحشرات أكتر، الطبقة السطحية بتاعته بتكون سميكة، دي بتنفع في حاجتين. الطبقة اللي هي البشرة بتاعته لما بتكون سميكة بتمنع اختراق الحشرات اللي هي الثاقبة المصر، وفي نفس الوقت بتمنع فقد المية منه، يعني بتاخد وقت على فبتاخد وقت، وبالتالي دي بتكون أصناف مقاومة للإصابات وخلاف.
لازم انا اعزز بقى الكلام دوت بالمكافحه الحيويه المتكامله اللي هي عندي، واتدخل في الحد الاقتصادي الحرج وما ارشش الارض كلها، لا انا هرش البقع المصابه فقط عشان ما يحصلش ان انا اقضي على الافات الطبيعيه اللي هي الاعداء الطبيعيه اللي هي موجوده في الحقل، عشان ما اقللش الاعداد بتاعتها، وبالتالي بتعمل عمليه مكافحه حيويه بتساعدني في الموضوع ده. بالاضافه للجزء الهام جدا ان انا احافظ على المحتوى الرطوبي للارض والنبات عن طريق الميه، ان انا في الريات بتاعتي اللي انا برويها لازم اروي فترات قصيره ومتقاربه، وري على الحامي او سريع بالنسبه للمحاصيل الحقليه، واستخدم النظم الري الحديثه بالنسبه للمحاصيل الفاكهه وخلافه، عشان احافظ على المحتوى الرطوبي دون ايه بقى، دون زياده ودون نقص. ليه بقى؟ لان انا بعض المزارعين بيعتقد ان كل ما يديها ميه كتير كل ما تديله كفاءه اعلى وتحافظ على النبات ما يبقاش عطشان. لا بالعكس، انت لما تحط له ميه كتير بتخنق الجذور بتاعته، وبالتالي بيحصل هنا عندي نوعين من الضغط، ضغط اللي هو الجفاف، وضغط وجود ميه زياده، ما فيش هواء عشان الجذر يتنفس، وبالتالي مش هيقدر يستفيد من العناصر الغذائيه اللي انا بضيفها، اللي احنا بنقول عليها المحفزات والعناصر الغذائيه الصغرى اللي موجوده عندنا. الحقيقه هنا انا بتكلم في جزئيتين مهمين جدا، احب اتعرف ازاي بيتم يعني توصيل النتائج الخاصه بيهم، البحث العلمي والابحاث اللي بتتم من قبل يعني المؤسسات البحثيه لنطاق الزراعه، زي ما بنقول دايما مركز البحوث الزراعيه طبعا ومركز البحوث وكليات الزراعه، وكمان توصيل المعلومات والارشاد الزراعي بالنسبه للفلاح او من يقوم بعمليه الزراعه، ازاي بيتم التنسيق وازاي بيتم تعظيم الاستفاده في ظل كل هذه التحديات، بحيث ان انا انجح في وجود أصناف بتقاوم هذه الحرارة بشكل جيد، وفي نفس الوقت كمان بقدر أن أنا أوصل المعلومة للفلاح عشان يتبع الإرشادات السليمة لعملية الزراعة. اللي حضرتك بتتكلمي ده فيه ده صميم شغل وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية. احنا عندنا في حاجة اسمها القوافل الإرشادية. القوافل الإرشادية دي الإرشاد قسم الإرشاد الزراعي. الإرشاد الزراعي بصفة عامة ده مشترك فيه جميع الباحثين اللي هم موجودين في مركز البحوث الزراعية لمختلف المحاصيل المختلفة، حتى في الانتاج الحيواني كمان. موجودين في التناسليات وفي معهد الأمصال واللقاح وخلافه، كل الحاجات دي بيبقى في باحثين اللي هم مختصين بالإرشاد الزراعي. بننزل بنعمل حاجة اسمها قوافل الإرشادية، بننزل لمزارعين عن طريق مديريات الزراعة و الجهاز الإرشاد الزراعي ومرشدي الأحواض المختلفة والجمعيات الزراعية، وكمان عايزين نقول إن المجتمع المدني أو المجتمع الأهلي أو المحلي دوت له دور كبير جدا معنا في هذه الجزئية. ليه بقى؟ لأن أنا عن طريقهم بعرف المشاكل اللي هي موجودة عندهم، هم بينقلوا لي المشاكل ديت للوزارة، وبعد كده أنا بتتنقل لي الحاجات ديت، وأنا بنزل التوصيات وبنزل لجان عشان يتابعوا الموضوع ده. بننزل لمزارع بنعمل له ندوات حقليه وحقول ارشاديه عشان ننقله التوصيه، لان المزارع هيتعلم الخبره بتاعته من خلال العين ويشوف الممارسه قدامه، وبالتالي بنعمل حقول ارشاديه للاصناف الجديده اللي هي موجوده عندنا. على سبيل المثال بنعمل لها فدان او اتنين في كل قريه او مركز اللي هم بيقوموا بهذه الزراعات اللي هي زراعه المجمع، بنعمل له التوصيات الزراعيه المثلى لهذا الصنف، وبنجيبهم ونعمل لهم لجان او بنعمل لهم ندوات ارشاديه، بنقعد معاهم على المصطبه او على الارض فعلا، وبنقعد نشرح لهم كل حاجة ونستمع للمشاكل بتاعتهم اللي موجود، عنده نقص في المية، عنده نقص في الأسمدة، في مشكلة في المبيدات، الحاجات دي كلها بيبقى معانا لجنة متكاملة من مهندس الإرشاد الزراعي اللي موجود، مدير الجمعية، أخصائي المكافحة، أخصائي الأمراض بتاع التقاوي كمان بيبقى موجود معانا، الفني أو التكنيشن أو الباحث المسؤول عن المحصول اللي احنا بننزل فيه، سواء محصول فاكهة أو خضار أو محاصيل حقلية، وبنبتدي نناقشه في الحاجات دي ونديله التوصيات ونعمل له عملية متابعة. مش كده اكتر مش عايز اقول مشكلات، ولكن اكتر التساؤلات اللي بتدور في هذه النقاشات خاصه بترتبط بارتفاع درجه الحراره، ومن الجائز الحمد لله يعني احنا بنشوف في دول اخرى كثير من المشكلات الكبيره اللي بتنتج عن موجوده في كل الاماكن، ولكن خلينا نتكلم عن اهم التساؤلات بالنسبه للقائمين على الزراعه في ظل ارتفاع درجه الحراره بتكون ايه، وازاي بنقدر ان احنا نوصل لهم مواجهتها.
هي اهم التساؤلات اللي طبعا عند الفلاحين بيقول لك انا مثلا المواد الخام اللي هي المدخلات الانتاج ساعات ما بتبقاش متوفره عنده في التوقيت دوت، لان يعني انت قبلها المفروض قبل ما تشتغل. هل ده بيتاثر بارتفاع درجه الحراره ولا ده بشكل عام يعني؟ لا ده طبيعه المدخلات دي اكيد يعني بشكل عام. بصي دي يعني مش بدرجات الحراره، لا هي بشكل عام. بشكل عام يقول لك انا عندي مثلا نقص في الاسمده، ما انا بقول له سمد او رش مبيد او كذا، يقول لك لا ساعات ده ما بيبقاش متوفر. فاحنا بنشوف المشكله مش متوفر ليه. احنا الوزاره عندنا الحمد لله قبل ما بنبتدي المحصول بنوزع المخصصات كلها، مخصصات مدخلات الانتاج سواء اسمده او مبيدات او خلافه او معدات حتى زراعيه لخدمه الارض للمبادر. ولكن ربما يعني في ظل هذه شيء طبيعي، ما هو الملابسات او ارتفاع درجه الحراره بالظبط. الفلاحين بقى اهم حاجه في الجزئيه دي عندهم موضوع المايه. ساعات يقول لك انا المايه مش متوفره عندي. ليه بقى؟ يقول لك في ده لما بنيجي نبحث الحاله بتاعته بنلاقيه في نهايات الترعه. نهايات الترع زمام الترع بيبقى في النهايه بتاعتها في منطقه كده ما بتوصلهاش. ليه؟ لان اللي قبله بياخد ميه كتير. لا فاحنا بنقول له انت بقى في الحاله دي بتعمل ايه عشان على ما توصل لك الميه والميه توصل ونحل لك المشكله دي، بترش حاجات مواد مكافحه لل الدرجات الحراره زي سيليكات البوتاسيوم وبيتم توفيرها طبعا الحاجات دي. دي بتبقى متوفره ومتوفره في السوق كمان. بتبقى سهله جدا. ليه؟ بتخلي النبات يتحمل الاجهاد نقص الميه اللي موجود عنده وبيتغلب على هذه الجزئيه عشان يحافظ على المحتوى الثمري اللي هو موجود والنقل العناصر اللي هي موجوده. هي الفكره كلها في اساليب اللي هو بيتبعها والحمايه في نفس الوقت والتكيف مع الظاهره دي. أكتر المحاصيل تأثرا بارتفاع درجة الحرارة وأكتر الحلول اللي بيتم طرحها بالنسبة للقائمين عليها في الفترة الحالية؟ هو بصي زي ما هو معروف على مستوى العالم يمكن أغلب المحاصيل الاستراتيجية اللي هي موجودة على مستوى العالم سواء محاصيل حبوب أو محاصيل زيوت سوف تتأثر بالتغيرات المناخية سلبا، ما عدا محصول القطن اللي هو هيزيد الانتاج بتاعه بمقدار 17%، ودي حاجه موجوده في على مستوى العالم. فلذلك بيبقى في هي ادوات التكيف، ادوات التكيف مع هذا الموضوع بحيث ان احنا نقلل الضرر والنقص في المحصول لاقصى حد ممكن بالممارسات اللي انا بقول لك عليها دي. تمام. مش كده وبس، انا عندي في حاجه جديده على مستوى العالم اسمها اساليب الزراعه المستدامه. طبعا اساليب الزراعه المستدامه ديت مش في القطن وبس عندنا، لا في اغلب المحاصيل. ايه هي الاساليب دي؟ ان انا استخدم الميكنه في اعداد الارض للزراعه. على سبيل المثال التسويه بالليزر، لما بسوي بالليزر بتبقى الارض عندي في مستوى واحد وذات ميل من 5 ل 10 سم كل 100 متر. ما دي يا دكتور التكنولوجيا الحديثه في الزراعه اللي احنا بنقول ان لابد ان احنا نستثمرها بشكل جيد في الفتره الحاليه ونوعي بها الفلاح المصري للقيام بها والاستفاده منها. وده قايم من خلال الكوافل الارشاديه اللي احنا بنعملها والتوعيه بيه. في نفس الوقت بالاضافه لموضوع التسويه ان انا بستخدم نظم الزراعه الحديثه، بغير النظام. بدل ما كنت بزرع على خطوط لا بزرع على مصاطب. نظام الزراعه على مصاطب ده بيوفر لي في كميه الميه 30%. تمام. بستخدم محاصيل مبكره النضج قصيره العمر اللي هي التراكيب الوراثيه الجديده اللي انا بقول لحضرتك عليه. ان انا ما استخدمش ميه بكثافه، استخدم الاسمده في اقل حد ممكن عشان صحيح. لان مع زياده درجه الحراره اقل كميه سماد بتدفع المحصول للنمو الجيد. ما استخدمش مبيدات بدرجات كبيره عشان احافظ على البيئه ومن التلوث سواء بالاسمده المعدنيه او متبقيات المبيدات. نعم. دي كلها اساليب. كمان اعلم الفلاح ازاي ينتج المبيدات الحيويه بتاعته بنفسه. دي اساليب الزراعه المستدامه اللي هي المعايير الامميه للانتاج. نعم. ليه بقى؟ لان اغلب يعني العالم كله النهارده بيدور على ان هو يطلع منتج امن على البيئه وعلى الحيوان وعلى الانسان. يعني زي ما بنقول الحاجه الاورجانيك دايما بيبقى حتى سعرها مختلف. ده سعرها كويس. والنهارده على سبيل المثال في القطن، على سبيل المثال هقول لحضرتك على حاجه، اذا ما كنتش انا هطبق المعايير اللي انا بتكلم فيها دي المعايير الامميه للانتاج تحت الظروف الزراعه المستدامه مش هقدر اسوق المحصول بتاعي. طيب انا على ذكر القطن بس قبل ما نسيب الجزئيه دي، المعهد اعلن عن تسجيل صنف جديد جيزه 98 وده بدات زراعته
بالفعل يعني المواصفات الخاصة به والميزة اللي هيضيفها هذا الصنف من القطن بالنسبة لمحصول القطن المصري. هو خلينا بس نصحح المعلومة شوية، الصنف جيزة 98 ده صنف مطروح في الزراعة العامة منذ العام الماضي. ده كان امال تسجيل صنف جديد ده عباره عن ايه يعني؟ ما انا هقول لحضرتك، انا هقول هو بس في لفت عشان عندنا تشابه الاسماء. اصحح المعلومه اللي موجوده عندي. لا المعلومه صحيحه، المعلومه صحيحه، ولكن انا يعني هوضحها لكم دلوقتي. اتفضل. صنف جيزه 98 ده صنف مسجل في الزراعه العامه منذ العام الماضي فقط. نعم. ده نزلناه في الزراعه في 75 فدان في محافظه سوهاج دار السلام. نعم. دي كانت مساحه الاكسار اللي انا هكتر منها الصنف للعام الحالي اللي احنا فيه. احنا العام الحالي وصلت المساحه المنزرعه منه حوالي 760 فدان، خدت محافظه سوهاج والوادي الجديد. تمام. الصنف اللي تم الاعلان عنه دوت او هيتم بدء في تسجيله هذا العام اللي احنا فيه والعام القادم ان شاء الله، اللي هو صنف صوبة اكسترا جيزة 99. اكسترا جيزة؟ اكسترا جيزة ده هجين مبشر جديد هيتم انتاجه من العام القادم ان شاء الله واللي بعده عشان ينزل في الزراعات التجارية. دوت يتميز ان هو صنف من الاصناف فائقة الطول فائقة الجودة. ده هيتزرع في مناطق اللي هي البحريه، مناطق البحر يعني مناطق الدقليه ودمياط. خليني اتكلم عن الاثنين يعني حضرتك زي ما تفضلت وقلت ان جيزه 98 اللي تم قبل كده وبدانا ان احنا ننشره ما بين المحافظات. نعم. الميزه الخاصه بيه طبيعته ايه؟ ازاي بيساهم في اثراء محصول القطن المصري؟ تمام. و 99 واختلافه او الميزه الاضافيه اللي هتكون موجوده فيه. هو بصي حضرتك احنا بنزرع في مصر طبقتين. الطبقتين دولت اللي هي طبقه طويل وطبقه فائق الطول. تمام. الطبقه الطويل دي بتتقسم لجزئين، طويل قبلي اللي هو يمثله مصنف 98 و95، وده بيتميز ان هو تتحمل درجات الحراره العاليه. نعم. والمناخ الجفاف ويديني انتاجيه عاليه ويناسب الصناعات المحليه او الوطنيه اللي هي موجوده عندنا بيخش في المصانع. ده طويل ده اللي هو الطويل قبلي. قبلي. يعني احنا عندنا طويل قبلي وطويل بحري. طويل بحري بقى ده اللي هو بيمثله الصنف 97 و94 و96. تمام. نيجي بقى لطبقه فائق الطول اللي هو بيمثلها الاكسترا جيزه 99 اللي احنا مقترح ان احنا هننزله ان شاء الله من العام القادم. فين بقى يا فندم؟ في محافظات ده هيبقى في محافظات ولا لا في بحري؟ في بحري. الاصناف اللي هي الطويل بحري وفائق الطول دي بتجود وتديني احسن انتاجيه في بحري، بتديني انتاجيه عاليه جدا اللي هي 96 و94 و92 و93 و45 و99 اللي هو جاي، دول بيزرعوا في الدقهليه ودمياط والمنصوره وبعض المراكز من كفر الشيخ. دي ليه بقى؟ عشان الرطوبه عاليه هناك ودرجات الحراره المناسبه لان هي بتعبر عن اعلى جوده موجوده على مستوى العالم. طب خليني بقى طالما اتكلمنا عن الجوده والميزه التنافسيه اللي بنملكها من هذه الاصناف، احنا النهارده يعني القطن المصري احنا تربينا كده من واحنا صغيرين، القطن المصري طويل التيله اللي موجود في الدوله المصريه. نعم. ظهرت بعد كده دول تانية بتنتج القطن. إلى أي مدى قادرين النهاردة أن احنا نعيد ريادتنا في القطن المصري والتصدير الخاص به وأن احنا مش بس نصدره كقطن مصري ولكن نقيم عليه الصناعات اللي تعطي القيمة المضافة الأدفاليو زي ما حضرتك بتقول بحيث أن أنا أعظم من يعني استفادتي من محصول القطن. هو بالفعل الدولة شغالة على هذا الملف منذ عام 2015 تحديدا وما قبل ذلك بحوالي 4 سنوات. نعم. جهزنا الملف بتاعه وابتدينا بالفعل من عام 2015 بنغير القوانين اللي هي خاصة بالتجارة والتسويق بتاعه، وعملنا ملف كامل للنهوض به في ملف الزراعة والصناعة والتجارة والتسويق. نعم. خلينا نقول ان احنا ما زلنا محتفظين بنمرة واحد على مستوى العالم في الجودة. احنا بلد منتج للقطن كجودة وليس ككمية.
كجودة وليس ككمية، ونمرة واحد على مستوى العالم لا ينافسنا أي دولة في العالم في الجودة اللي هي موجودة عندنا في أصناف القطن طويل التيل، الطويل وفائق الطول، الأصناف اللي هي موجودة عندنا كلها. إحنا عندنا حتى هذا التاريخ منذ إنشاء معهد القطن حتى هذا التاريخ عندنا 99 صنف تم تسجيلهم، اللي موجود في الزراعة العامة منهم حاليا اللي هم الثمان أصناف اللي هي موجودة اللي إحنا شغالين عليها. حصتنا في التصدير، حصتنا بقى في التصدير، إحنا العام الماضي كان عندنا 255 ألف فدان كانوا مزروعين، طلعنا منهم 1.7 مليون إنطار ظهر. تمام، ما تم تصديره حتى هذا التاريخ اللي هو الأسبوع 47 اللي هو التسويق السنة التسويقية بتاعتنا، تم تصدير ما يعادل 52 ألف طن فقط. ليه؟ ده مادة خام، كمادة خام 92. انت دي لما تيجي تقارنيها بالعام السابق، العام السابق في نفس التوقيت كنا مصدرين ما يعادل 96 ألف طن. طبعا هنا التصدير قال ليه بقى؟ ده مش حاجة سلبية، ده حاجة إيجابية. ليه؟ لأن النهاردة الدولة عاملة مصانع وعاملة تطوير محالج وعاملة تطوير شركات الغاز والنفط. أنا عايز أوفر المادة الخام دي، بدل ما أصدرها مادة خام زي ما حضرتك قلتي نعمل لها قيمة مضافة. القيمة المضافة لا يعني أنا هدخلها أصنعها، أنا قصدي من التصدير هنا بقلل من التصدير كخام. عشان أقدر يعني أصنع عندي وأعمل قيمة مضافة اللي هي 472. أنا عايز أعمل عليه قيمة مضافة وأصدره. ما هو بصي يعني العملية المصانع لسه ما دخلش في حيز الإنتاج 100%، ولكن إحنا بنخطو، إحنا بنخطو خطوات. بدل ما كنا بنصدره كله 100% النهاردة لما أوصل لتصدير 40% فقط لا ده حاجة كويسة، وال60% بيخصوا المصانع المحلية اللي هي موجودة عندنا من المنتج اللي احنا الحقيقة يعني أنا بقول كده. ليه بقول كده؟ لأن أنا يهمني جدا أن أنا أقول أن أنا بزود صادراتي. ما أنا بزود صادراتي يعني أنا بجيب عملة صعبة للدولة، يعني أنا بقاوم التحديات الاقتصادية اللي موجودة والأزمات اللي بنمر بيها وبتؤثر على حياة يعني كل واحد فينا بشكل كبير جدا. النهاردة يعني بالتأكيد في رؤية استراتيجية في الفترة القادمة، خاصة مع وجود أصناف جديدة زي صنف 99 زي ما حضرتك قلت فائق الطول. إزاي بيتم وضع هذه الرؤية وإيه هو القادم في محصول القطن؟ أنا لما باجي أحط الرؤية بتاعتي لازم بدرس السوق الموازي، السوق الموازي بتاع اللي هو السوق الخارجي سواء التصدير أو الاحتياجات اللي أنا عايزها. ببتدي أحط لها خطة. الخطه دي بناء على ايه؟ هم احتياجاتهم قد ايه؟ انا احتياجاتي المحليه لان انا عندي حاجتين، عندي امن غذائي وامن كفائي طبعا، لازم اكل الناس ولا ملبسها. فبشوف انا الاحتياجات دي موجوده ازاي، بشوف المصانع المحليه اللي هي موجوده عندي، المصانع الوطنيه بتاعتي. عندنا مصنع غاز للمحل واحد ان شاء الله هيتم افتتاحه قريبا، مصنع غاز لسته وغاز لاربعه، المدن النسيجيه اللي احنا بنعملها وفي شراكات دوليه في هذه الجزئيات. وبالتالي انا بشوف الاحتياجات، بشوف هم محتاجين مواصفات ايه. النهارده عشان لما نزل صنف جديد لازم يكون الاصناف القديمه اللي عندي ضعفت في السوق او ما عليهاش طلب، فبشوف انا الاحتياجات، بطلع الصنف بناء على هذه الاحتياجات بحطه واحط البلان بتاعي. يبقى انا هنتج قد ايه وبمساحه قد من خلال مساحه قد كذا من الاصناف 1 2 3. احنا النهارده الخطه الاستراتيجيه بتاعتي ان انا هوصل في 2030 ان شاء الله ان انا بدل ما كنت بزرع 255 ألف فدان، لا أنا هزرع 750 ألف فدان. 750 ألف فدان دولت متوزعين ما بين أراضي جديدة وأراضي حديثة وأراضي قديمة. هيتم بعد كده إنتاج ما يعادل من 10 ل 12 مليون إنطار قطن زهر. اللي دولت هيخشوا أغلبهم في الصناعات الوطنية اللي هي موجودة عندي اللي هي بتتعمل. العملية مش ماشية كده. كمان أنا في حاجات منتجات مش قايمة إن أنا بطلع نسيج فقط، لا أنا كمان عايز أطلع منه زيت، زيوت، عايز أطلع منه سيلولوز. أنا عايزة في أنا عندي صناعات أستثمر مكملة. كل جزء من هذا المحصول. الكسب اللي بيطلع، الكسب اللي بيطلع من بعد الزيت دوت بيعمل منه تغذية مواشي. أنت لك أن تتخيلي إن الفدان بتاع القطن الانطار الواحد بيعمل تغذية ويطلع لي ما يعادل 70 كيلو لحمة من المواشي. إذا أنا عندي كده جزئيات كويسة جدا ومحصول اقتصادي وكله خير سواء للأرض أو للمزارع أو للدولة في نفس الوقت.
وهو ما يطلق عليه الاستثمار الأمثل لتعظيم القيمة المضافة اللي احنا بنتمنى انها تعود إلينا عودة مرة أخرى لصناعة الغزل والنسيج اللي مصر كانت بتحتل فيها مكانة متقدمة جدا، واجهنا عثرات على مدار السنوات الماضية، ولكن آن الأوان أن نعيد يعني قدرتنا على تنمية هذه الصناعة بشكل كبير جدا. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا للأستاذ الدكتور مصطفى عمارة رئيس قسم المعاملات الزراعية والمتحدث الإعلامي بمعهد بحوث القطن. شكرا لحضرتك، بشكر كل مشاهدينا، ويتجدد اللقاء مع حضراتكم دائما في الاقتصاد والناس.